بسم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن في قصة أصحاب الرقيم ومن بدار الخلد رافق الكريم والأقق الذي غدا أباه بر فسعدا معا للأبرار بشر برا بأمك كما ابن مريما كان بها برا لئلا تندما إن أمرتك فأتمر عن عجلي وازدجري إنهت ولا ترطلي وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها. وإن في قصة أصحاب الرقيم ومن بدار الخلد رافق الكريم والعقق الذي غدا أباه بر فسعدا معا للأبرار بشر برا بأمك كما ابن مريم كان بها برا لئلا تندم إن أمرتك فأتمر عن عجلي وازدجر النهت ولا ترطلي وإن دعتك لتصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها. اللهم ارحم أبانا وشيوخنا وارحم المولود وهو من شيوخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وشيوخنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا يا رب العالمين إلى يوم الدين. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن علبا مسلسلا. أولئهم الآباء كما قال فرزدق أولئك آبائي فجئني بمهلهم يا جماعتنا جرير المجال. أبوك في الدين أخو التبيني لحرف احتجت له الدين. أبوك في الدين أخو التبيني لحرف احتجت له الدين. حول كم بينوا لنا من الحروف ومن الجمل ومن الأحاديث ومن الآيات ومن الأحكام النافعة التي لا يمكننا أن نصل إليها إلا به. فجزاهم الله أحسن الجزاء. فالله يجزي النبي صلى الله عليه وسلم الله يجزيه أجل ما فيه هذا نبينا مقام النبي. بسم الله. وإن في قصة أصحاب الرقيم التي بوب لها البخاري بباب من بر والديه بوب لها البخاري صحيح بباب من بر. هناك ثلاثة انطبق عليهم صخر غار في الكوداء طبق عليهم صخر يعني حجر كبير وسد عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم. وكان أحدهم قال كان له أبوان كبيران في السن وكان هذه قصة لا أريد لأن حديثها طويل لكن سأتيك بخلاصتي وموجود في صحيح البخاري. المهم أنه كان يرعى غنمه وكان يأتي أول وقت وعند أول ما يأتي يحلب اللبن ويبدأ بهما حتى يسقيهما قبل أولاده الصغار الصغار. وهذه سنة عند العالم الإسلامي الآن للأسف معدومة. نعم. فقبل أن يكون الأبناء والزوجة و و و و و و يعني أعوذ بالله تعظيم الآباء شيء خرج من قلوب المسلمين الغالبة وحبهم خرج. كان يأتي ويبدأ بهما ففي يوم من الأيام نآ به المرعى الشجر الذي تأكل من الغنم بعيدة وما جاء إلا متأخرا فوجد والده قد نام. لأن الإنسان الكبير كما قال تعالى ومن نعمره ننكس في الخلق أو ننكس في الخلق وهي قراءة نافع إمام أهل المدينة إمام القراء إمام أهل المدينة ننكس في الخلق أفلا تعقلون ورواية حص عن عاصم ننكس في الخلق أفلا تعقلون ننكس في الخلق أنا نرده كطفل. وهذا التنكيس نقص في العقل إلى أن يرتحل بخلاف الصغير فإنه ينمو عقله يزداد عقله. وفرق بين من ينقص عقله ومن ينمو عقله شيء واضح جدا. فصبر ذلك الذي ينمو عقله أسهل من صبر من ينقص عقله. المهم رجع كان يفعل هكذا ويوم نأى به الشجر فقال يا ربي إن كنت تعلم أني كنت دائما آتي
لوالدي وأفعل لهم ما أقدر بهم. ويوم أن أبي الشجر فلم آتي إلا متأخرا ووقف عند والدي. حلب في إناء حلب من الذي يحلب تعرفه في موريتانيا يحلبون البقرة أو الشاة. ووقف عنده لا يريد أن يوقظهما ولا يبدو أن يبدأ بالصغار، لا يريد أن يبدأ بالصغار قبلهما ولا يريد أن يوقظهما، أدبا معهما لا يريد أن يوقظهما وأدبا معهما لا يريد أن يبدأ بالصغار. والصبية يتصاغون خلفه يبكون يريدون اللمن. قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى من السماء ففرج الله عنا فرجة حتى أراه. انفتحت الصخرة وراءه السماء. أي المسلمين أنا يحلم بهذه القصة؟ ما في واحد الآن إلا ويفكر عن الزوجة كيف تلبس وعن الإبن كيف يلبس. وأنا كلمني بعض الناس له ما زال الآباء موجود يقول تعرف من أين من العرب من بلاد العرب وأنتم فارس مثل ذلك وغيركم. إذن أقول أنا بنتي تأتيها الملابس من أمريكا الصناعة الأمريكية. تعرف ما لا؟ لأن الغرب يعبدون الأبناء أنت تعلم هذا. وزوجتي ماذا يأتيها كذا. وأما أبوه وأمه رحمهم الله تعالى وهذا يقع في موريتانيا. الزوجة تأتيها الملابس من أمريكا وتأتيها الهواتف من أمريكا ومن أوروبا ومن أما الوالدان مساكين لو كان يعطيهما وظيفة شهرية مكافي هذا كانوا يعني ابن بار هذا صحيح؟ هذا كانوا ابن طيب يعني. وهما لغباوتهما في هذه الأيام يشكرانه على شكرا ابني ما فعل شيئا ما فعل شيئا حقيقة. أنا أمي رحمه الله تعالى ما كانت تفعل لي هذا أصلا وجزا الله عني خير. أنا كنت آتي أنا تربيت يتيما فأحيانا آتي وليا درع هذه أعطاني إياها أحد أنا لا أملك شيئا فتقول لي انزعها وأعطيها لأخويك الصغير يعني لا تريد أن تربيني كأني هكذا بيننا تريد أن تريني أنها تريد أن تقدمني وتفهمني وتقول لي أعطيني كذا لأعطي الله هكذا. ليس أوامر ليس فقط طلب ومن فضلك لا لا. ويتعلم أني أنا تقول لشيخ أن تقول للجميع أن أنتم كلكم هم يعلمون ذلك أخوتي كلكم لو احتاج فلان للدواء أجعله دواء له. إن هذه التربية لا تربي أبنائك أنهم هكذا تكون كأنك عبد بين أيديهم. ما السبب هذا يبلد الأبناء ولا يعطيهم قيمة الآباء لا يعرفون من. وماذا قال سعيد بن سيب كقول عبد ذي جناية لي بين يدي سيده الفضل الجليل. قيمة الوالدين عظيم. المهم فانفتحت الشجرة. والثاني ما هي قصته؟ الثاني قال إن كنت تعلم أنني حديث البخاري دعتني ابنة عم حسناء جميلة للزنا بها حتى بلغ منها مكان الجماعي حسناء فقلت إني أخاف الله سبحانه وتعالى كنت تعلمني هذا. والثاني كان له أجير يعطيه الإيجار مثلا ويعطيه إيجاره قبل فتح له. ولكن هو البخاري بوب لها بباب منبر والديه اهتماما هذا من فقه البخاري حتى يجعل الكف عن الزنا والأمور كلها بعد بر الوالدين. فهمت؟ بوب لها بباب من بر والديه. من ماذا ما يقول من كف عن الزنا هذا من فقه البخاري لأجل أن يبين لك أن بر الوالدين أهم من ترك الزنا وأهم من ترك الخمر وأهم من كذا وكذا. فهمت؟ وهذا يبين لك فقه العلامة محمد مولود حمدا لمن قرن بالآباء إحسانا بالقرآن أنا في وسط الدرس هذا من فقه البخاري
قال باب من بر والديه. وهذا يبين لك فقه العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى ونفعنا لو قال حمدا لما قارن بالإيمان إحسان بالآباء في القرآن. نعم أنا أصغر. ومن بدار الخلد قال اللهم إن كنت تعلم أني بعد. هذا الأطفال يتصاغون يبكون صغار. أي واحد منكم الآن إذا بكى ابنه لو يتألم ويذهب إلى السوق ويأتي بالعصائر ويأتي بالطعام وبالحلويات حتى يسكت. أما الأم فهي تعاني في المستشفى، تكون في المستشفى وهو ينام جنب زوجته، أتعلم هذا؟ نعم. وأبوه كذلك وهو ينام جنب زوجته. ألا بئس هذا العصر عصرك يا دهر، وبئس المساء والصبح والظهر والعصر. تعاطوا ضلالات تصد عن الهدى، فما هي إلا الفحش والفسق والمكروه. تزيوا بزي الكفر جهلا بشرعه، تخلقوا بأخلاق الكفر جهلا بشرعهم. الواحد تكون أمه وأبوه وشيخه ويعاني من الأمراض. أنا قد قلت لواحد من طلابي للأسف أيمكنك أن تجلس معي هنا وأنا مريض وقد تزوج؟ قال لا، لا يمكن أن ينام بدون زوجته. كل واحد ينام طيلة الحياة بدون زوجة ما يزوج. والله الذي لا إله إلا هو الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، لو قال لي شيخ المراط الحاج أو شيخ حدمين أو شيخ محمد عبد الرحمن السين أو أي أحد من مشايخ أنا أنام معه 10 ليال ولا أنام مع زوجتي لفعلت، ما هي فائدة الزوجة؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأنت تعلمني، أتعلم أن ما رأيتني غضبان على زوجتي ولا أنت تعلم هذا. وهي تعلم ذلك، لكن أنا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ما يزوج مع الأباء ومع الشيوخ. رافق ومن بدار الخلد رافق الكريم. من بدار الخلد رافق الكريم. موسى عليه السلام كان في دعائه ذكر أصحاب ذكر بعض العلماء أنه كان يدعو الله تعالى أن يريه رفيقه الجنة، موسى أن يريه رفيقه الجنة في الدنيا. فأوحى الله إليه اذهب إلى مكانك لا لترى رفيقك في الجنة. فوجد شابا هناك تاجرا يبيع اللحم، وكان يصفي أشياء لينة ويعزلها تشوز هو يختار ويضعها. وموسى عليه السلام جالس ينتظر لأن الله تعالى أوحى إليه هذا ورفقه الجنة. جاء هو يراقب يراقب لأنه هذا وحي من الله تعالى. فلما انتهى وقت عمله ذهب، فإذا جاء إلى بيته فإذا هما شيخان كبيران كل منهما في قفة معلق. فأنزل الشيخ ونظف عينيه وزرد له، معناها بلندر خلط له، معناها في الإنجليزية بلندر ولا خلط له، خلط يقول الماكينة، ولكن المهم طحن له ذلك الشحم والرقيق واللحم، والمهم حتى صار كم شربة يعني لينة وسقاوية، ونظفه وبخر ثوبه ورده إلى مكانه. ما فعل ذلك بالعجوز أيضا وفعل ذلك مرده. وكل منها يقول يا بني لا خيب الله رجاك وجعلك رفيق موسى عليه السلام بعمران. وهو عندما أراد، أنا نسيت، عندما أراد الخروج من دكانه قال له موسى أنا اليوم أريد أن أستضيء أن أريد ضيفك. قال يا هلا رضيت، ولا يعلم أنه موسى إن رضيت بضيفة. وأول ما بدأ به ما بدأ بالضيف وما بدأ بشيء، بدأ بوالديه الضيفة وناهيك ضيفة، هذا موسى عليه السلام. لكن ولا يعلم أنه موسى عليه السلام فخلاه، لأنه يحتاج يبدأ بوالديه حتى يكرمهما. لا كان من دعائهما فقط لا خيب الله رجاء وجعلك رفيق موسى بن عمران. هذا هو الدعاء. وموسى ينظر إلى القصة بكاملها. فلما قال لهم موسى أنا موسى بن عمران. قال موسى بن عمران ماذا الذي جاء به؟ قال سألت الله تعالى أن يريني رفيقي في الجنة فقال اذهب إليك. فأخبر والديه بذلك. قال هذا يا والدي إن الله أجاب دعاكما، وهذا موسى عليه السلام يخبر بذلك.
هذا موسى بن عمران عليه السلام. فشهقا ومات في ذلك الوقت وصلى عليهما موسى بن عمران ورافق الشاب موسى بن عمران وهكذا. وإن في قصة أصحاب الرقيم ومن بدار الخلد رافق الكليم والعقاق الذي غدا أباه بر فسعدا. قصة ثالثة، هناك رجل ذكره القرطبي في التذكرة، تذكرة هنا تذكرة في أحوال الموتى والآخرة حتى ولو بر في الآخرة سبحان الله الرحيم. أشياء أمور البر فوق الخيال. قال هناك شاب يوم القيامة يدعى، استوت حسناته وسيئاته، وكذلك أبوه كما في الخبر الذي ذكره القرطبي في التذكرة ذاهب إلى النار بسبب أعماله، لكن الكل مسلم لأن الكفار لا يعلمون. مهم سيدنا. وفي ميزان ميزان سيئاته كلمة أف قالها لوالديه، فهذه كلمة أف كما في الخبر رجحت أعوذ بالله أعمال كلها لأنها كلمة عقوق تساوي كلمة. القصة مذكورة في التذكرة في أحوال الموتى كذلك ضمي شخص يقول. فإذا هو وأبوه ذاهبان إلى النار فقال يا ربي أنا أريد أنا. قال ردوا إن الله الملائكة يقول رب العالمين هذا الشاب يريد أن يريد منك يريد منك يريد منك فقط استجواب جواب رب العالمين. قال ردوه، قال يا ربي أنا رأيت أني ذاهب إلى النار مع والدي فضاعف علي السيئات حتى أذهب أنا فضع اجعل علي عمله حتى اذهب الى النار ويبقى ابي. قال اذهبوا بهما الى الجنه، انا اريد ذلك مسؤوليه ابي اخذها من اتحمل. يضحك الله معناها يرضى. قال اذهبوا بهما انا رايت. قال يا شاب ما الذي ياتي بك؟ رب العالمين يقول ما انت. قال رايت اني انا وابي ذاهبان الى النار، فيا رب اجعل ما عليه علي وخلاص، ما عليه من الذنوب وما عليه من العذاب اجعله علي حتى اتحمل انا اكون. فيضحك الله تعالى معناها وضحكه رضاه والرضا على ما يصال نعماه على ما تم. فقال اذهبوا بهما، خذ بابيك الى الجنه. وان في قصه اصحاب الرقيم ومن بدار الخلد رافق الكريم والعقاق الذي غدا اباه بر فسعدا مع الابرار. في بشريات بشر كبيرة للأبرار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في بعض الأخبار اللي يفعل البار وما شاء فلن يدخل النار، وليفعل العاق ما شاء فلن يلج الجنة، يفعل من الخير ما شاء والتصدقات لن يدخل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. الشرك بالله تعالى عقوق الوالدين، هذا يعني أمر الآن أعوذ بالله منتشر في المسلمين. عقوق الوالدين، عقوق الوالدين والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت ما أثنيت على نفسك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، لا إله غيرك، ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك التوفيق والعافية في الدنيا والآخرة. ربي ارحمك وربي أصغر، ربي ارحمك وربي أصغر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين بإحسان، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين بإحسان، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن علبا مسلسلا، جزا الله على شيوخنا خير. جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا. اللهم صل اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبينا ترد به كرب وزاد به الهموم وترك به الغال وتغضى به الحوائج وتنال به الامال ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.